لرئيس مجلس الأمة ينعي النائب الراحل نبيل الفضل. شاهد هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويقول عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فارغ هذه الدنيا الزائلة قبل قليل، وخلال انعقاد الجلسة العادية لمجلس الأمة، النائب الفاضل نبيل الفضل وهو يؤدي واجبه الوطني كممثل للأمة ونائب ومشرع، لقد فوجئنا بهذا الرحيل المفاجئ الذي ترك في نفوسنا غصة وحزنا بالغين، ولكن لا مناص من حكم الله. فحين تأتي ساعة المرء لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. رحم الله فقيدنا الغالي برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه الكثر الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. لنشاهد التقرير اليوم.